قبل محاولة دكدكة دمشق ماذا فعلوا؟ أسسوا فضائيات ولعلك تعرفها وصال وصفا والبرهان والأطر وكانت بقدرة قادر تحت إمرة بندر بن سلطان تصور مؤسسة إسلامية يحكمها رجل مخابرات وبدأوا العلويون النصيريون ظهر ألف عنوان في الخطاب الفكري جاء دور النصيريين وجاء دور كذا يعني قيل وزايدوا وما إلى ذلك فأنشأوا عدوا غير موجود في التاريخ الإسلامي على امتداد تاريخنا الإسلامي هذه الطائفة الكريمة أخرجت مجاهدين وأخرجت قامات شامخة واجهت الفرنجة وواجهت الأتراك وواجهت الكيان الإسرائيلي وأنا أعرف ناسا أكثر طهارة من كثير من مشايخ الحيض والاستحاضة والنفساء فإذا بدأ الإعداد للعدو هذه المرحلة الأولى إذا هنالك مشكلة طائفية استثمروا كما يقول أحد ضباط الاستخبارات المكلف بالملف السوري الوضع الأفغاني ماذا جرى في أفغانستان جاء الأمر للدوائر السعودية وبدأ إرسال العرب إلى بشاور منهم من الجزائر الفين جزائري مم. كانوا يخرجون من الجزائر يذهبون إلى السعودية ويخرجون بجوازات سعودية إلى بشاور وكانت الخلية التي ترتب هذه تصور هو السفير الأمريكي في الدنمارك الذي كان الملحق الأمني في السفارة الأمريكية في كابول